كل ما لديهم من قوة من أجل درء الخطر الصهيوني عن الإسلامية وفي هذه والأمة في سبات عميق. أما الآن مع كلمة يواجهون هذا العدو كل ما امتلك هذا العدو من نبرة ومن رسالة عسكرية. قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم. إن طلبة الأناضول يسعون دائما لنشر المحبة والأخ. هذا الإفطار الجماعي لعوائل الشهداء هو برعاية اتحاد طلبة الأناضول في منتجع الدولفين. هذا الإفطار عدده تقريبا ما يقارب 1200 شخص من عوائل الشهداء والأسرى. السبب هذا الإفطار هو عرفان وتقدير لعوائل الشهداء ولمن فقد فلذات أكبادهم. اليوم نأتي هنا لنقول لهم نشكركم على هذه الدقائق التي يعني من وقتكم لنخالط فيها أفراحكم وأحزانكم وسنكون لكم سندا أينما حللتم ونزلتم. لقبه بوركتم وبورك جمعكم هذا والسلام عليكم. صلوا عليه وسلموا يا إلهي لا تمام الغيوب.